كنحن اليوم أمام قصة شاب وشابة اتفقوا على المساكنة وهم مقتنعين وبلا تردد. يحاول فيها الشاب أن يوصل فكرة بأنه متمردا على تقاليد المجتمع الشرقي، وتحاول هي أن تخرج من الفراغ العاطفي الذي يخيم عليها. طبعا تم تصوير هذه الشخوص بعد معاناة كثيرة لإقناعهم، بعد أن تم الاتفاق طبعا على إخفاء ملامحهم وتغيير أصواتهم. لنشاهد. طبعا مرة من المرات كنت أمر بحالة يعني نفسية كل صعبة، اضطريت أنه أنزل برنامج على الفيسبوك وظليت كنت أصفح بيه يعني. فوقت بالليل أنه إجاني طلب صداقة كنت ما أعرفها ولا شايفها أصلاً، حكينا أكثر من مرة. المهم وصلت المرحلة أنه طلبت صورها، وهماتين كانت ما مقتنعة بالبداية أن تدي الصورة، بس أخليتها تدز. دزيت له صورة صورتين، بس كانت كل صور محتشمة وما بيها شيء يعني من هذا القبيل. فوراها أنه تطورت العلاقة اللي بيني وبينه، لحد ما أنه التقينا بمكان عام يعني مرة بعد مرة. طلبت من عندها انه نشاف، فاكيد بكل علاقه حب او بكل علاقه صداقه لازم اكو ملتقى. فالتقينا اول مره، ما اريد اذكر المكان تحديدا وين. ورا هذا اللقاء بدت علاقه حب، وصار ما بيني وبينها اكثر من لقاء ولقاء واحد. ظلينا نلتقي مره بعد مره، هماتينا اقترح انه نعيش حياه متكامله كزوج وزوجه، بس ما يعني يربط بين لا العقد المحكمه ولا العقد الشرعي. فيعني انه انا داخله بهاي العلاقه العاطفيه وهذا الشخص انه انا احبه كلش، بدون تردد ابد وافقت. فاقتنعت بامر الواقع واخذنا مكان، عشنا حياتنا بيه، وحياه حلوه وسعيده، انا مرتاح وهي مرتاحه كذلك. طبعا انا اشتغل بمكان يعني كنت اخذ اجازه من هذا المكان، انه اقول لاهلي انه انا رايحه عند صديقتي اباد. يعني ظلينا لهالفتره تقريبا 4 أشهر الى 5 أشهر، فانه اضطرينا انه ناجر بيت. هذا البيت اثثه هو من كل شيء، قعدنا انا وياه ظلينا يعني نلتقي بهذا البيت. وراها يعني قمت اتحسس من امور، ليش؟ انه دا اشوف انه صديقاتي متزوجين وطالعين، خواتي او اي واحد يعني. طبعا مرور الوقت طلبت من عندي فكره الزواج، بس انا كنت رافض هذا الشيء لان اثنيناتنا مرتاحين وانا كنت سعيد كلش، ومو مقصر وياها كزوج ولا هي مقصره وياي. واصدقائنا المقربين اللي كانوا يدرون بالموضوع وكانوا راضين ومراضين هاي الفكره. كان رافض هو، يعني هو شوي متأثر بالغرب، يعني الفكرة مالته متأثر بالغرب. يقول لا انه خلاص احنا ماكو شيء انه مانع بيني وبينك، انه انا احبك وانت تحبيني، وواسطة العلاقة اللي خلينا نقولها الحميمية اللي بيني وبينه. فانه هو كلش متأثر بهذا الموضوع، فقال لي لا انه احنا اللي هنا نبقى في هاي العلاقة. الفكرة اجتني انه صديق عايش باوروبا، فدائما نتخابر او نتراسل انا وياه. ففاجئني وقال لي انه صديقتي عاشت وياي بنفس البيت، بس هذا الحكي انه انا قبل ما ارتبط بها وقبل ما اصير علاقه حب بيني وبينها. فتفاجئت شنو الموضوع، فقال لي انه احنا متزوجين اصلا بدون علم احد، وانه هي عايشه وياي بالبيت. فمن تعرفت عليها قررت انه اطبق هاي الفكره اللي سواها صديقي انه نسويها انا وياها. انا احب هالشخص وهو يحبني، فما يهمني انه شيء ما يصير يعني بالمجتمع شو يقولون ما يقولون، ما يهمني ولا ياثر بي، ما دام انا عندي فكره ومقتنعه انه هذا الشخص خلاص هو اللي ملى حياتي، مو المجتمع اللي ملى حياتي، هو اللي انقذني. رغم ان العادات والتقاليد اللي بيناتنا تختلف، بس فكرت بها قلت انه هم بشر واحنا بشر.